وصلت اليوم 132 ألف جرعة من لقاح كوفيد 19 أسترازينيكا إلى مطار جوبا الدولي. هذه هي الأولى من عدة شحنات لقاحات من المقرر أن تصل خلال الأشهر المقبلة إلى جنوب السودان من خلال الدعم المقدم من برنامج كوفاكس. وبرنامج كوفاكس هو شراكة عالمية تتألف من التحالف من أجل ابتكار التحب للأوبئة، وتضم كل من كافي وتحالف اللقاحات، اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لضمان حصول جميع البلدان على لقاحات كوفيد 19 بشكل عادل. وصول الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى جنوب السودان هو أمل لعديد من المصابين بهذا الفيروس الجديد. ستستهدف الشحنة الأولى من اللقاحات المدعومة من برنامج كوفاكس العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، نظرا لزيادة خطر تعرضهم للمرض والوفاة بسبب احتمال الإصابة بعدوى كوفيد 19. يشمل العاملون في مجال الرعاية الصحية الأطباء والممرضات والعاملين الصحيين المجتمعيين والمعبئين الاجتماعيين. وتقول وزيرة الصحة إليزابيث أكوي لقاح كوفيد 19 سيحمي السكان من عدوى كوفيد 19 والاستعداد للعودة إلى الحياة الطبيعية. جنبا إلى جنب مع شحنة كوفاكس من اللقاحات اليوم وصل 132,500 حقنة و 1325 صندوق أمان للتخلص الآمن من الحقن. ستبدأ قريبا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد 19 في جنوب السودان. يجري وضع خطط لتنفيذ أنشطة اللقاح في جميع أنحاء البلاد في جميع المقاطعات 80. يتم تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية قبل نشر اللقاح. على مدى الأشهر العديدة المقبلة وحتى نهاية العام 2022 يخطط جنوب السودان لتحصين 40% من سكانه على النحو المبين في خطة الانتشار والتطعيم الوطنية لكوفيد 19 في البلاد. وتقول السيدة حميدة لاسيكو من اليونيسيف إن وصول اللقاحات هو الخطوة الأولى نحو حياة طبيعية، وهي خطوة مهمة للأطفال ومستقبلهم، حيث نعلم إنهم تضرروا بشدة من جميع القيود المفروضة على فيروس كوفيد 19. وتضيف حميدة يسعدنا إن العمل الجاد خلال الأسابيع الماضية قد أتى بثماره، ولن نرتاح حتى يتم تقديم اللقاحات لمن هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء البلاد وبدء حملة التطعيم. يحتاج الشخص الذي يتم تطعيمه باللقاح أسترازينيكا إلى جرعتين لضمان الاستجابة المناعية المثلى ضد فيروس كوفيد 19. سيتم توفير لقاح كوفيد 19 في جنوب السودان على أساس طوعي ومجاني. سيطلب من جميع الأشخاص الذين يتلقون اللقاح الموافقة قبل التطعيم. ويقول الدكتور فابيان نادين زاكو ممثل منظمة الصحة العالمية بالنيابة في جنوب السودان: نحن سعداء لأننا تلقينا اللقاح. إن اللقاح مكمل وليس بديلا لتدابير الصحة العامة المثبتة مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي والتحوية ونظافة اليدين، جنبا إلى جنب مع برنامج الاختبار. وفي حين إن لقاح كوفيد 19 مهم لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا وتعرضا للعدوى وتقليل المرضى والوفيات، يظل الالتزام المستمر بالتدابير الوقائية لتجنب انتشار الفيروس من خلال ارتداء أقنعة الوجه واحترام التباعد الاجتماعي أمرا بالغ الأهمية. لدميل سمير بول. نشكر أخوانا في لينا الأولى في مرض الكورونا، نقول الأب يتين عبد الباقي نائب رئيس الجمهورية، نقول كلنا مبروك باسم رئيس الجمهورية رئيس الوكيل ميادي. اليوم جدا كلفنا نجي المطار ونكون شهود عن الوصول هذا الموسم.